نروح الخبر آخر، نذهب مباشرة للكاراتيه. مشاهدينا، نجاح المنتخب الوطني للكاراتيه دو في البطولة الإفريقية، منهم من نالوا 6 ميداليات ذهبية، 8 فضيات، 7 برونزيات، وهذا ما يخص 26 مصارعا ومصارعة شاركوا في هذه البطولة من موزعين على 19 صنف من أصل 38. نروح نشوفوا فيديو ولا نشوفوا الروبورتاج ونعود نقوله. عاد المنتخب الوطني لرياضة الكاراتيدو إلى أرض الوطن بعد تألقه ونيله 21 ميدالية من المعادن الثلاثة، حيث نجحت العناصر الوطنية بما فيها أشبال أواسط وأكابر من حصد 6 ميداليات ذهبية، 8 فضيات، و7 برونزيات، وهذا بفضل 26 مصارعا ومصارعة شاركوا في هذه البطولة موزعين على 19 صنفا من أصل 38. البطولة الإفريقية جرت في الفترة ما بين 2 إلى 4 ديسمبر.